الخير، حبيت اوريكم المدرسة بتاعتي من حوالي 30 سنة. فاتوا اجمل ذكريات عشتها. كنت بلعب الاولى هنا وكانوا بيعلموني الالتزام، ولو اتأخرت كانوا يذنبوني برا الدرس. وعارفين ايه كمان؟ لو غبت ما كانوش بيفوتوها كده، كان لازم ولي امري يديهم يديهم ورقة شهادة من الدكتور ان انا كنت مريضة، لانهم كانوا بيهتموا بالطلبة جدا وبيخافوا عليهم، يعني زي ما احنا عارفين. فكانوا بيعلمونا الالتزام، انا لو كنت اتأخر لازم اتذنب وما جيش متأخرة، الا لو كان العربية بتاعت المدرسة هي اللي اتأخرت ومشكلتها هي. برضو لما كنت اغيب لازم ولي امري يجيب شهادة مرضية ان انا كنت تعبانة او بعمل عملية او خلافه، عشان يمنعوا موضوع التزويغ، وخصوصا ان احنا مدرسة بنات. وعلى فكرة انا ضد انها بنات واولاد، يعني البنات زي الاولاد بالظبط، لازم يتعلموا الالتزام. ليه؟ علشان في شغلهم بعد كده يلتزموا، لما يكبروا ويشتغلوا يلتزموا. فدي مدرستي اللي كنت بلعب فيها استغماية وبلعب فيها اولى وفيها اعز اصدقائي واحلى ايامي. كنت بتذنب هنا كده في البلكونه، يذنبوني في البلكونه واقف اتفرج على الناس وهي ماشيه في الشارع. وكنا مثلا واحنا اطفال صغيرين قوي بقى كنا نقشر البرتقال ونستنى اي حد في الشارع، طبعا ده غلط بس انا بحكي لكم يعني، ونرميه على الناس ونعكسهم، وكنا صغيرين قوي يعني. وافتكر برضو من كتر ما المدرسين عندنا كان عندهم ضمير، كنت مش شاطرة قوي في الفرنساوي، فطبعا كانت ظروفي برضو نوعا ما، ظروف عيلتي كانت صعبة شوية. بس لما اهلي لقوا ان انا باخد نمر مش كويسة، طلبوا ان انا من المدرسة ان انا اخد عندها درس خصوصي. فلما لقيت كده، لما لقيت ان احنا مضطرين وحاسد بكده تمام، رفضت وقالت امل هتبقى كويسة بس تذاكر كويس وتهتم بالشرح وهتبقى كويسة، ورفضت انها تديني درس خصوصي لانها مش زي بقية المدرسين اللي كانوا بيهتموا بالفلوس وبس. وكانت كانوا يهتموا جدا بينا ان احنا نبقى هدومنا نظيفة ومكوية وشعرنا منسق، وده كان بيعلمنا اكتر الالتزام وحاجات تانية كتيرة قوي، زي ان احنا نبقى محترمين في كلامنا في اسلوبنا. وكانوا بيعلمونا المحبة، ان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، وكان اللي بيسري على المسيحي بيسري على المسلم، وبالتالي كنا بنطلع اخوات، كنا بنطلع اخوات. هي دي مدرستي وحبيبتي، احلى مدرسة عشت فيها، وكل انسان بيحب المدرسة بتاعته. احلى ايام عشتها بصراحة، اتمنى ترجع تاني. حبيت اشارككم ان ازاي الواحد يلتزم في المدرسة، وازاي المدرسة تخليه يتعود بالالتزام ده. وشكرا لكم، وباي باي.